عندنا صديقنا الشيخ جهاني، محمد جهاني، هذا رجل الحقيقة له باع طويل في الدعوة، الداعية المعروفة، الداعية المعروفة، رياضي سابق في نادي الشباب العربي بشارع بن عاشور. أيوة، كان لاعب وسط مميز. كان لاعب مميز، حتى لما ذهب إلى بريطانيا عرض عليها يحدثني بنفسي. يعني يزورني أنا كثيرا، أزوره هو يزورني. زارني ليلى وبقينا إلى الصباح، والله نتحدث في أشياء كثيرة على الله والدار الآخرة. فحدثني بقصة، قصصه كثيرة الحقيقة، كثيرة جدا. يقول في ليلى، يعني هو تزوج امرأة ولم يرزقه الله بالولد، ففي يوم من الأيام زارته أمه، أم المرأة هذه، فتأثرت الأم لابنتها أنها ما عندها يعني من الولد شيء. والشيخ محمد يشتغل مترجم في أكبر مستشفى في لندن، أنا رأينا زرته في هذا المستشفى مرة، كنت زائرة، فرئيس الكويت كان نايم هناك، رئيس الكويت، يقولوا له مستشفى زايد الطبي، مستشفى الشيخ زايد، عرفت أنت على الإمارات، ورؤساء دول يأتون هناك، فمن أرقى المستشفيات. أنا على أخذت الوالدة مرة هناك، عالجت على الكبد، والله طبيب رقم واحد، مستشار رقم واحد في العالم، يقول لي أنا سأخرج الآن، سأذهب إلى اليابان بعد والدتك هذه، سأخذ طائرة خاصة إلى اليابان. فأقصد المستشفى راقي جدا، يشتغل فيه الشيخ محمد، ومع ذلك لا يعالج ولا يهتم ولا نحو ذلك. ففي يوم من الأيام، دكتور نبو، كل الأخوات اللي ربما ربي مرزقهمش بالذرية صالحة، بالله تابعوا القصة الحقيقية دي، وشوفوا فائدة الدعاء بالله. نعم شيخنا. فيقول أم الزوجة طلبت من ابنتها أن تلح على الشيخ محمد أن يذهب يعالج يعني. فبعد إلحاح الزوجة ذهب للعلاج، يعني بيجري كشفا يعني. باعتبار لا تعارض مع لا تعارض أبدا. يعني بل هو الأسباب يعني. نعم، بل هو من الأسباب. نعم. فقال ذهب إلى شخص متخصص يعد رقم من الأرقام في العالم أيضا يعني قوله لا يسأل. فصل. قوله فصل، لا يحتاج أن يعيد بعده. نعم. فدخل عليه فأجرى عليه كشف، قال والله أذكره هكذا، قال وضع القلم هكذا أو السماعة أو شيء، قال له يا محمد أنت لن ترزق الولد أبدا. الله، هكذا بالحرف الواحد، قال أنت ميت. الله، لا سبيل للولد إليك أبدا، ما فيش أمل إطلاقا. قال أنا والله قبلها ما كنتش منتبه، لما قال لي كلمة هذه، قال قلت له والله لست أنت من يقرر ذلك. الله أكبر. والله قال لست أنت، هكذا قلت له، قلت له لست أنت من يقرر ذلك، هنا عندنا إله نحن المسلمين في السماء هو الذي يقرر ذلك، إذا سيرزقني الولد أو لا يرزقني الولد، هكذا والله. الله الله. قال خرجت، قال أنا قلت لك هذا الطب هو الذي يقول هكذا، وخرج. قال والله أخذت إجازة وذهبت إلى العمرة مباشرة. هذا يحكي لي الشيخ محمد من فيه إلى أذني، وهو حي، ممكن تستضيف إن شئت. يعني لعل إن شاء الله. نعم. فقال ذهبت إلى العمرة، اعتمرت، ثم تحينت فرصة في جوف الليل. قال وخرجت إلى الصحن وصليت ركعتين، وقالوا في السجد، في السجود، قال والله أدعوه بالليبي، قال ندعو في ربي بالليبي. كل اللغات. قال ندعو فيه بما في قلبي ما يهمش. كل الله أكبر. قال هكذا، قال والله ما زدت على، قال قلت لي يا رب إذا أنا جاءني ضيف من أي بقعة من بقاع الدنيا وطلب شيء وأنا قادر على تنفيذه له، والله لن يخرج من بيتي حتى أعطيه له. وأنا جئتك في بيتك هنا في بيت الله وأريد الولد. الله الله. قال والله ساعة كاملة أنا أدعو الله وساجد بهذه الطريقة هذه في السحر. في السحر ربما في ثلث الليل. اي نعم. فقال والله وبكيت، حتى قال لما قمت وضعت يدي هذه شعرت كأن فيه ماء مسكوب أو شيء. قال ما أشعرت بنفسي، ثمة التدلل والانكسار. نعم. والخضوع. الله الله. قال ما رجعت شهر حتى قالت لي زوجتي أريد أن أراجع، فذهبنا وجدنا الحمل. الله، فرزق بثلاثة من الولد. الله أكبر. هذا الشيخ محمد حي وأولاده الثلاثة موجودين. قال بعد سنتين تذكرت ذاك كلمة الأخصائي الكبير. الأخصائي الكبير قال أخذت ابنين منهم، أخذت اثنين وردت إليه، أخذت موعد ودخلت عليه، فجلست قلت له ذكرتني، قال لي كيف من أنت معنا وتترجم وكذا، قال هذا ابني عبد الرحمن وهذا ابني عبد الله، هم أبناء الآن. فقال صار ينظر إلي، فقال بعدها ماذا كان يفعل؟ يقول لما يجيه مريض يقول له نحن في الطب انتهينا، لكن عندنا قسيس اسمه محمد. الله أكبر. عندنا قسيس اسمه محمد اذهب عنده أخبار أخرى. هذا الشيخ محمد نفسه مرة قال احنا استطردنا في هذا، والله عندنا شيء كثير. يقول مرة جاءوا مجموعة من الكويت، رجل وامرأة وابنهم، وعندهم ولدهم مصاب بالسرطان في المراحل الأخيرة، والله يقسم لي بالله، يقول لي في المراحل الأخيرة. فقال دخلوا على الطبيب نفس الشيء، قال هذا منتهي، أيام معدودات أو ربما شهر وسينتهي. قال له أنا مار في الممر وجدت الأب والزوجة والابن يبكوا، كل واحد جالس في مكانه يبكوا. فقلت لهم ها شنو، شن اللي صاير خير؟ قلنا حيدرنا كشف وقال لنا السرطان في الواحد. قال لهم هذا مش هذا رب العالمين، والله ما هو هذا اللي قرر الآن. يقول الآن بقوة هكذا صرخ عليهم، يقول والله نصرخ عليه الآن، تحجز الآن تمشي العمرة الآن وتدعو الله هناك وكذا.
فيقسم بالله يتصل بي يقول هذا الشخص الكويتي، يتصل بي بعد 6 أشهر يقول لي يا شيخ محمد والله نعطيك الجنسية الكويتية وأعطيك فيلا كاملة. ابننا اللي قلت لنا هذاك قلنا لك عليه راهو في واحد الآن مشافة تماما، ذهب عنه كل ما يجد. الله أكبر. الله. لعلي أختم بالقصة الأخيرة. أمي يجيب المضطر إذا دعاها. نعم. في قصة قبل ما نطلع الهواء دكتور، هذه ربما يكون لها وقع أكثر، لأن كانت لي أعتقد أمريكي وموجود، وحتى تعطي العنوان بتاعها. نعم. تجيب تحت صورته دكتور. نعم نسيتها والله. بس عنوانها ولا إن شاء الله حد التواصل معه على الفيس ولا كذا. نعم إن شاء الله بإذن الله. اسمه هذا الدكتور، هذا الدكتور هو اول شيء رائد في الجيش الامريكي في البحريه الامريكيه، رائد وطبيب عيون. نعم ماشي. اسمه الدكتور لورانس براون. نعم. هذا عنده موقع لورانس براون، بامكان انا كتبت عنه حتى في صفحتي، كتبت عنه يعني. لا لو حد يدخل هذا الموقع يجد يجد عنده كتب، وعنده لورانس براون. براون نعم. ايه. نعم. هذا كان ملحد. نعم. كان ملحدا بك. طبعا احنا نسرد في هذه القصص لان الله جل جلاله يستجيب. نحن ليس عندنا عقيدة ان الله موجود، لا، موجود وسميع وبصير وحي ويجيب المضطر ويستجيب لعباده، وهو الذي يعني يتحكم في هذا الكون كما يشاء. لورانس براون هذا يقول كنت ملحدا ولا اؤمن باله الا المال، يقول الفلوس هذا هم الاله، لاني نيب الفلوس لما تنكسر لي حاجه نمشي نصلحها اللي به يجيبها بفلوس. هو يقول عن نفسه هكذا. نعم. هو يتكلم عن الماديه. ايه يقول اني الاله متاعي الفلوس، المال الدولار هو هذا الفلوس. قال اني لما يتكسر لي باب نمشي بالفلوس نغير الباب، لما تتكسر سيارتي نمشي نغير، ندير مشاكلي كلها بالفلوس اني حلفاء. قال فلم اكن بحاجه الى هذا الاله ابدا ولم افكر فيه، كنت ملحدا بالكامل يعني. عند بنت اسمها هانا يعني مرضت، ابتلاها الله بمرض، ولذلك هذه حتى هي لفتة أخرى أن المرض أراه فيه من النعم أحيانا منحة يرزق الله بها يعني أقوام مثل هذه القصة. يقول مرضت مرض شديد، فجأة هكذا مرضت، فأخذتها للطبيب، يعني يقول نصف جسمها السفلي هذا أزرق، الأكسجين لم يعد يذهب إلى هذا نصف السفلي، فقال أخذوا وضعوها على السرير هذا الأطباء، واجتمع حولها قرابة 10 أطباء متخصصين في المجال باعتبار طبيب وزملاء يعني. فاجتمعوا حولها هؤلاء الأطباء، فبعد أخذ ويقول سووا لها الألتراساوند وسووا لها الصورة كذا، جاءوا وقالوا له، طبعا في الغرب لابد أن يقولوا له كل ما في، يقول له عندها مشكلة في القلب وستموت بعد ربما ساعات أو يوم بالكثير، وحتى إذا أردنا أن نحاول لابد أن نشق على القلب بالكامل كل 6 أشهر، هذا إذا في حالة نسبة 1% أنها تعيش، سنشق على القلب ونجري بعض الأشياء ثم نخيط هذا الشق، ثم بعد 6 أشهر لابد أن نفتح من جديد، وهكذا حياتها كلها ب6 أشهر، هذا إذا فيه نسبة أمل 1%، أما هي ميتة بعد ساعات. قال في تلك اللحظة فقط شعرت بأني بحاجة، حتى قالها بالإنجليزي، قال the greater power. الله. شعرت بحاجة أني للقوة العظمى التي الله. ليست للدولار بس. الله أكبر. فقال خرجت لا أبصر شيئا. قال فيه دور للعبادة هكذا موجودة للنصارى وكذا، دخلت. قال وأنا واقف هكذا، قال شعرت بأني في تلك اللحظة أني دليل ضعيف، لا أملك شيئا، لا دولار ولا غيره. وقال توجه قلبي لهذا الإله العظيم، عند ذلك شعرت بأن هذا الكون يديره إله أعظم من الأشياء هذه. فقال هكذا كلمتين لا ثالث لهما، قال يا رب إن شفيت ابنتي أعدك أني سأبحث عن الدين الذي تريده وأتبعه. هاي الكلمتين هذو بس، وهو دي موجودة في هو يتكلم عن نفسه في أكثر من موضوع. أنا قلت لك حتى بيني وبينه تراسل وتواصل. نعم 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 نعم. قال والله قلت هذه الكلمات ودخلت. قال بيني وبين الغرفة متاع بنتي ممكن 10 أمتار. قال وأنا جاي في الطريق أرى في وجوه الأطباء شيء تغير، غير ما كان عليه، غير ما كانوا عليه. أنا قادم إلى الأطباء أرى في وجوههم، وأنا قادم أرى في وجوههم أن شيئا ما تغير. قال أول ما دخلت قالوا لي في شيء تغير، لابد أن نجري الألتراساوند ثاني، في شيء تغير، هيك نشوفه في شيء تغير في جسد الفتاة بدون أي أسباب، شيء في الجسد تغير. الله أكبر. فقال أخذوها صوروها كذا، قالوا لها الآن، جابوا لها التقرير، قالوا لها اللي كنا نحكي لك فيه طبيا ميتة بنتك الآن اللي كنا نحكي فيه غير موجود، اختفى بالكامل. فصاروا بعد في تلك اللحظة يبوا يفسروا لي طبيا شو اللي صار. قال أني هم يتكلموا هكذا وأنا أعرف ما الذي حدث في داخلي، أعرف أن يقول أن خالقي تدخل وأنا سألبي الوعد الذي قطعته على نفسي، وسأتحدث عنه لاحقا الآن بعد قليل. لكن الشاهد من الحديث، أنا عندي إحدى قريباتي ابتليت بمرض عضال، ما أريد أن أتحدث كثيرا، شفاها الله بالدعاء. يا سلام. فقط باختصار شديد. فهذا إن دل على